تتمتع السينما في جميع أنحاء العالم بسحر خاص يتجلى في الكثير من التفاصيل التي تتضمنها أفلام الفن السابع، وخصوصا في قدرتها على تحقيق ذلك المزيج الفريد بين الصورة والصوت وما يمتد بينهما من قصص وحكايات تسجله عدسات الكاميرات وتنقله إلى المشاهد بعد سلسلة طويلة من عمليات المونتاج والإخراج التي تزيد هذا العالم جاذبية، فيتابع إنتاجه الصغار قبل الكبار. بداية المؤتمر الصحفي للمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل لدورتها الخامسة، تحدثنا عن الأشياء الجديدة اللي راح تكون موجودة في هذا العام. المهرجان الأشياء جديد المهرجان هو وجود لجنة تحكيم لأقسام مختلفة من المهرجان ولجنة تحكيم من الأطفال، تم اختيار هؤلاء الأطفال عن طريق انتخابهم من مراكز الناشئة ومن المدارس، والأطفال تم اختيارهم من جميع المناطق الدولة من بداية من إمارة الشارجة إلى إمارة أبوظبي. هذه السنة تم استلام 500 فيلم وتم اختيار 123 فيلم. تعد سينما الطفل واحدة من أهم مجالات الإبداع الفني التي أدرك المنتجون أهميتها ومكاسبها منذ وقت طويل، ولحقهم التربويون الذين واكبوهم بعين الناقد الخبير باعتبارها وسيلة عصرية لنقل القيم التربوية والأخلاقية، فيما تسابق الكتاب والمؤلفون على كتابة سيناريوهات أعمال تقترب من الأطفال أكثر، وعمل الرسامون والمخرجون على توظيف التقنيات الحديثة لتطوير هذه الصناعة. الطفل اليوم بعيد عن الأعمال التلفزيونية والمسرح وغيرها من الله، طالما هو حاب يصير السينما خلونا احنا بعد يعني نساعده علشان يشوف شيء ممتع، شيء فيه فايدة، يعني نستثمر هذا الحب الموجود للسينما، لأن هذا الزمان ما كان موجود، اليوم موجود بشكل حقيقي. فاستثمار هذا أنا أتصور على أولياء الأمور أن يستثمرون بالشكل الأمثل طالما الطفل هو اللي حاب، لأن احنا عندنا إشكالية في عيالنا أن نحببهم في الشيء. الآن هم حابين السينما، وخاصة لما تسوي يمعة يأخذ عيال خالته، عيال عمته، عيال عمة، خالة، ويصير السينما. فأنا أدعو أولياء الأمور أنهم يهتمون بهذا الجانب لأن السينما مفيدة جدا. لا يقتصر مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل على عرض الأفلام، وإنما يعتبر مشروعا فنيا متكاملا يعمل ضمن فضاءات متعددة تجمعها السينما، فهو يعمل على تنمية وتطوير قدرات الجيل الجديد ليكون قادرا على الإبداع في صناعة السينما، وخصوصا ما يتعلق منها بعالم الطفل.